مرح كيجي، اضغط هنا للاشتراك. مساعدة الأصدقاء. مرحبا يا أصدقاء، كيف حالكم؟ هل تسمعون هذا الصوت؟ هيا لنرى ما هو. ما بك؟ لماذا تبكين؟ لقد أضعت قطتي، لا أدري أين هي. سوف نجدها، لا عليك، لنتصل بالإطفاء. أوه صديقي، مرحبا، ماذا تفعل هنا؟ فوت باص المدرسة وأبحث عن أقرب باص لأذهب إليه. انتظر قليلا، دعني أساعدك. شكرا يا عمور. مرحبا يا صديقي. مرحبا عمور، هل تعلم أين المستشفى؟ أريد أن أزور عمتي. نعم يا صديقي، حسنا، أشكرك يا عمور. أهلا يا صديقي، ماذا بك؟ لقد أضعت حقيبتي. لا عليك، سوف ننادي الشرطة ليساعدونا، هيا بنا. هل أعجبك الفيديو؟ اضغط لايك وشاركه مع الأصدقاء. ابحث عن مرح كيجي على اليوتيوب ليصلك كل جديد.